ياكي ياما تتحايلي عليه او تتذللي له، انت فاهمه؟ فاهمه. احنا لينا حق. خلاص يا صديق، قلت والله فاهمه. ابو المكارم لازم يخرج النهارده قبل بكره، والراجل ده يروح في 60 داهيه. لو حس اننا ضعاف او خايفين يبقى ضيعنا ابو المكارم ياما. حاضر، عندك حق يا صديق، عندك حق يا ابني. حاسب حاسب حاسب. ثواني يا بيه. تعالي في سلمة، خلي بالك خلي بالك. اوعى انت اوعى انت. يا بيه يا بيه ما تصحش. ايه ده؟ في ايه؟ مراد، انت يا مراد، مراد مين اللي دخل الزبالة دول هنا؟ الزبالة دي أنضف منك، أنت العفن بذات نفسه. أنت جاي تشتمني في بيتي يا حيوان؟ مش بيتك، ده بيتي أنا، والمال اللي أنت عايش فيه ده يبقى مالي أنا وأخويا. اطلع بره يا كلب. كلب؟ أنا أستحي أقول لك كلب. الكلب وفي، يخاف على صاحبه ويحميه، يحميه بروحه. الكلب لو كل من إيد بني آدم عمره ما يعضها أبداً، إنما أنت معلش سامحه يا بيه، سامحه عشان خاطري، ده برضك زعلان علشان خاطر اخوه. يسامح مين ياما؟ مين اللي سامح مين؟ احنا هنعمل كل اللي انت قلته، مش هتشوف وشنا هنا تاني ابدا، بس المهم ابو المكارم يخرج من اللي هو فيه. انت بتقولي ايه ياما؟ احب على ايده، ابوس على رجلك. ابو المكارم عاجز، مش حمل سجن ولا بهدله، ده غلبان. ابو المكارم مش عاجز ياما، ولا انا كمان عاجز. امال مين اللي عاجز؟ العاجز الوحيد هو اللي قلبه ميت، هو اللي الطمع عشش في روحه، هو اللي الدنيا ملكته والشيطان لبسه. انت شطان مليك الكبر وفاكر ان الدنيا هتيجي لحد عندك، بس قسما بالله ووعد مني، يوم ما تموت يا مراد لأكون دافن فلوسك معاك، هلفك بيها كفن وهملى بيها نعشك. ساعتها مش هتلاقي حاجة تاخدها معاك غير قلبك الميت وعملك الأسود، ومش هتلاقي حد يعز فيك. أنا دلوقتي بس عرفت ليه ربنا حرمك من نعمة الذرية. سبحانك يا رب، كل حاجة بحساب وكل أمر بحكمة. يلا بينا يا أمه. يلا في 60